أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة الإخبارية الموجزة من قناة عاد. وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة العاصمة الكويتية في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام ضمن جولة خارجية تشمل أيضا البحرين ومصر وقطر. وكان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس رشاد العليمي عضو مجلس القيادة فرج البحسني والوفد الحكومي المرافق رئيس الوزراء الكويتي صاحب السمو الشيخ صباح الخالد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين وسفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع الذين تبادلوا مع فخامة الرئيس عبارات الترحيب والثناء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته بقصر بيان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في ثاني أيام الزيارة الرئاسية الرسمية لدولة الكويت الشقيقة. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي بفخامة الرئيس والوفد المرافق له مؤكدا تميز العلاقات اليمنية الكويتية الضاربة في عمق التاريخ منذ تأسست الدولة الخليجية الشقيقة. قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بزيارة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في ثاني أيام زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة. وكان في استقبال فخامة الرئيس رشاد العليمي وعضو مجلس القيادة فرج البحسني والوفد المرافق لهما مدير عام الكلية اللواء ناصر بوسرلي وقيادات الأكاديمية الأمنية الرائدة في المنطقة التي كان الرئيس العليمي من أوائل خريجي دفعتها الخامسة الذين كانوا أيضا ضمن مستقبلي فخامة الرئيس. وخلال الزيارة طاف رئيس مجلس القيادة بأقسام وفصول الأكاديمية كما التقى بالطلاب اليمنيين فيها. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته بقصر بيان كلا على حدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذين أعربوا عن ترحيب الحكومة الكويتية بزيارة فخامة الرئيس والوفد المرافق له. وخلال اللقاءات تعهد المسؤولون الكويتيون بإعادة النظر لناحية زيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة مع الجانب اليمني وخصوصا المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية بما في ذلك زيادة عدد المنح الأكاديمية في المجالين الأمني والعسكري وتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وأبنائهم في دولة الكويت الشقيقة. ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري مع مدير مكتب اليونيسف في عدن تشارلز نوزوكي تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التعليمية الممولة من اليونيسف. وفي اللقاء أكد العكبري على ضرورة الاستمرار في وضع الخطوات الجادة والتسريع بها لتعزيز شراكة مع اليونيسف وفق اتفاقيات واضحة وشفافة وتصحيح كافة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه إمكانية دعم قطاع التعليم بصورة تسهم في استقرار الأوضاع التعليمية في اليمن. دشن وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون أعمال البرنامج التدريبي للموجهين ونظراء الموجهين دليل المدرب والذي يستهدف 275 على مستوى مديريات المحافظة. وأكد الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اعتمدت خلال الفترة الماضية 260 برنامجا تدريبيا شمل دورات ونقاشات ولقاءات تقييمية لمختلف التخصصات التربوية والتعليمية على مستوى مديريات المحافظة شاكرا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة براعي التعليم الأول نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي في شتى مجالاته. استقبل رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبد الله الجفري بمقر المحكمة بالمكلا طلاب المستوى الثاني
من كلية القانون بجامعة حضرموت. أعطى القاضي الجفري طلاب القانون شرحاً مبسطاً حول كيفية التقاضي والترافع في القضايا، حاثاً إياهما على الاطلاع والإكثار من القراءة والاستفادة من القضاة والمحامين الكفاءات لتنمية القدرات والمهارات واكتساب الخبرة العملية. ترأس مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد مطيع سعيد المنهالي مع مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ أحمد بادريس اجتماعاً لمناقشة دعم الإصلاحية بما يلزم من تجهيزات تعطي السجين كل السبل والراحة والحماية. استمع مدير الأمن إلى شرح مفصل مع مدير الإصلاحية العقيد علي بازبيدي عن الوضع العام في السجن المركزي، عن كافة الخدمات المقدمة للسجناء، وكاد أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارة. اطمأن المدير العام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت ماهر عوض بن صالح بمعية المدير العام لمكتب السياحة ومدير مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بحضرموت الأستاذ عبدالله عبدالقادر الشعملي والأستاذ أحمد سعيد التميمي والعقيد صلاح بن هامل على الصحة الشخصية الاجتماعية والسياسية والثقافية الأستاذ حسين عمر بصالح الذي يرقد بأحد مستشفيات المكلا لتلقي العلاج إثر الوعكة المرضية التي ألمت به مؤخراً. التقى وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري بمكتبه بديوان عام المحافظة رئيس صندوق صحة مهري الدكتور محمد أحمد المجيبي وإدارة الصندوق، وذلك للإطلاع على نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية والحالات المرضية التي صرفت لها مساعدات علاجية. في المهرة أيضاً التقى العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير الأمن والشرطة مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة بالأخ سهيل الدبحاني منسق مصفوفة تتبع النزوح DTM التابعة للمنظمة الدولية للهجرة IOM لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المهاجرين. وفي سياق آخر التقى العقيد رعفيت برئيسة اتحاد نساء اليمن في محافظة المهرة الأخت صية البخيت للوقوف على مستجدات الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات كون المرأة عضو فعال في المجتمع للحد من انتشار المخدرات في وسط المجتمع بشكل عام. داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر أحد الفنادق في المدينة بعد معلومات بوجود أحد المتعاطين والمروجين لمادة الشبو المخدرة، وجاءت عملية الضبط بناء على معلومات مسبقة بوجود أحد الأشخاص المتعاطين والمروجين من خارج مديرية الشحر الذي يتخذ أحد فنادق الشحر مسكنا له مترددا بين الحين والآخر لترويج هذه المواد المخدرة مستخدما أساليب إبعاد الشبهة وإيهام الناس ببيع العطور والمشروبات الغازية والملابس. وبتوجيهات من مدير أمن الشحر العقيد عوض بن عكاس العوثاني بتكثيف عمليات البحث والتحري لضبط الشخص المطلوب، تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة مدير البحث الجنائي رئيس قسم التحقيقات من ضبط الشخص المطلوب متلبسا وبحوزته كميات من مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى تستخدم في تعاطي الشبو بالإضافة إلى جوالات ومبالغ مالية، وتم إيداعه الحجز ومصادرة الكميات المضبوطة والتحرز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل ملفه مع المضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمكلا. دشن المخيم الصيفي الثاني الذي يقيمه ائتلاف الأمل التنموي ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمكتب الشحر في خدمة الطلاب واكتسابهم مهارات لغوية، حيث التحق بالمخيم أكثر من 60 طالبا وطالبة من مختلف الفئات العمرية، حيث يهتم المخيم بتوسيع مدارك الطلاب في المواد الأساسية والمنهجية واكتسابهم مهارات إبداعية وحرفية بغرض قضاء الإجازة الصيفية بما ينفعهم للاستعداد للعودة إلى المدارس. اختتمت مؤسسة الشباب الديمقراطي بمديرية المكلا
الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات الشباب في مجال المشاركة المجتمعية ل15 شابا وشابة من 3 مديريات، وهي المكلا، أرياف المكلا، بورم ميفع، والتي تنفذها المؤسسة بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وذلك ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. مشاهدينا الأعزاء، قدمنا إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية الموجزة من قناة عاد. أطيب المنى وفي أمان الله. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية